نعم. قال رحمه الله: باب من يرث النصف. الله أعلم، نقف هنا، إيش رأيك؟ طيب أخوانا، إحنا الآن نقف عند هذا، نريد نراجع الآن، وغدا بإذن الله أسمع لكم شيء يسير ما هو كثير. ماذا أخذنا اليوم؟ من يقول؟ ها الشيخ هناك تكتب، إيش أخذنا اليوم؟ يا أستاذ أترك الكتاب، أوقف، معلش أوقف أوقف، ها ماذا أخذنا؟ أي شيء يحسن السكوت عليه. أسباب الإرث كم؟ أي شيء يقول ما مشكلة. ثلاثة، وهي نكاح ولا ونسب. عندنا سبب رابع مختلف فيه، هو بيت المال. نعم أوقف، أنت واقف يا شيخ، أحسن. ها لا لا أترك الكتاب. موانع الإرث كم؟ ثلاثة، رق وقتل واختلاف دي. لا 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 تدخل على السبع عند الملكين، انسى هذا، انسى هذا الأمر. نعم أوقف. الأنصبة، الفروض، الفروض كم؟ ستة، نصف وربع ثمن، ثلثان، ثلث سدس. نعم ها أخوانا. نعم الشيخ، تدوم، تجهيز أولا، ثم الديون المعلقة، ثم المرسلة، والمرسلة لله وللآدمي، وصية بالثلث فأقل لغير وارث، ميرا. الحمد لله. نعم ها الشيخ، ما تذكر شيء؟ سبحان الله أخواننا، أنا لي ساعة أتكلم. ها يا أستاذ أوقف، وأنت واقف. نعم أصحاب النصف كم؟ وأصحاب الربع، أسهل باب هذا، غرفة الزوجية، هذا ما تنسى، لكن ما لا يمكن يجتمعوا أبدا، لابد يموت واحد حتى يرث الآخر، صح؟ تمام. ثم الثمن، غرفة أرامل، ثم الثلثان، هم أصحاب النصف عدا الزوج كم؟ أربعة، والثلثان اثنين، والسدس الحمد لله. غير أخوانا. نعم الشيخ، الوارثين من الذكور 15، ابن الابن وابن الابن وإن نزل، والأب والجد. من أقرب لك؟ أقرب لك الأب، أقرب من الأخ. الأب والجد، أخ شقيق، أخ لأب، أخ لأم، ابن أخ شقيق، ابن أخ لأب، عم شقيق، عم لأب، ابن عم شقيق، ابن عم لأب، والزوج والمعتق. النساء، لأن أنا ذكرت النساء، من يذكر؟ إخواننا وارثات. نعم وانت واقف، بنت، بنت الابن، والأم والجدة لأم والجدة لأب. مستعجل على الزوجات، أخت شقيقة، أخت لأب، وأخت لأم، والزوجة والمعتقة. نعم ها أخوانا، من يعيد؟ من يعيد؟ يعني مثلا ربما بعض الإخوة لا يحفظ الوارثين، فيعني من التسهيل مثلا أن يأتي إلى أسباب الإرث، يقول مثلا السبب الأول الولاء فيقول المعتق مثلا، ثم السبب الثاني الزواج فيقول الزوجة مثلا إذا كانت إناث، ثم بس أنا خاف أنه يقدم الزواج، هذه مشكلة، يقدم الزوجة مشكلة، يعني يبغى يموت، لأنه في الإرث إشكال تقدم الزوجة، مفهوم؟ ما تقدمها، اجعلها آخر شيء. هذا إشكال. من يعيد علي يا إخوانا، الوارثين أو الوارثات؟ هيا الشيخ بسم الله حاول. إيه نعم، وارثين، ابن وابن الابن وإن نزل، والجد له وإن علا، أخ شقيق، أخ وأخ، وابن أخ شقيق، وابن أخ لأب، والعم الشقيق، والعم لأب، وابن عم الشقيق، وابن عم لأب، والزوج والمعتق ذو الولاء. العم لأم يرث؟ ابن الأخ لأم، ها؟ إيه؟ لا، الأب الأم، جد، طبعا جد لكن لا يرث. تمام الله يفتح عليك. النساء، ها يا أستاذ أنت الخلف، بسم الله حاول. إنا لله وإنا إليه. تذكر أنت يا شيخ؟ بس عن نظم أحسن. وارث من الإناث الأم، الأم بنت
والبنت ابن وبنت لا تؤم والزوجة والزوجة الجدة من الجهتين الأخت مطلقة الأخت الشقيقة الأخت لأب الأخت لأم ومن لها الولاء قد تحقق. اسمع إخواننا هذه ثمرة حفظ النظم. الأستاذ سأل الطالب عن مسألة واحدة في كتاب الطهارة، مسألة واحدة، فالطالب قال بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة باب المياه. المياه ثلاثة: طهور وطاهر ونجس. في الماء الطهور هو الماء الباقي على خلقته. أخذ يسرد يسرد، قرأ الكتاب كتاب الطهارة كاملا، المدرس يعني يتفرج. ثم عندما انتهى من كتاب الطهارة كاملا قال: يا أستاذ خذ ما شئت ودع ما شئت، احفظ. اي نعم، فكل حافظ الإمام تحفظ النظم، خلاص انتهى الأمر. إخواننا يعني هؤلاء العلماء، علماء الإرث وكذا، ملائكة بشر، لكن اجتهد وحفظ، يحفظ ويضبط. لكن أنت ما تريد تحفظ، كيف تصل؟ طيب لازم نحفظ إخواننا، لازم نحفظ، وهذا ثمرة الحفظ. ليش الآن اخترنا النظم؟ لأن النظم سهل عليك. قال هذا أنا بيت واحد أحفظ الوارثة، بيت واحد أحفظ الوارثين، خلاص انتهى الأمر. أما ما تريد تحفظ تقول والله الفرائض صعبة، والله ما هي صعبة، صعبة أنا أدرسها؟ سبحان الله. نعم والله سهل أخواننا، والله سهل، ما تحتاج شيء، لكن الشدة، شدة في الحفظ، لابد نحفظ. أي نعم، بدون حفظ لا. نعم، يعني في الفرائض شيخنا بيركزوا على قضية الحفظ، فالرحبي بقول والثلثاني وهم التمام فاحفظ، فكل حافظ إمامه. نعم. وفي الخليفي في التتمة إيش بقول؟ فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظ، وقل يا ربي زدني علما. أي نعم. في منظومة شيخنا لواحد اسمه الفارض الحنبلي، فقال فيها: وجيزة والحشو فيها يندر فاحفظ، وحشو الرحبي سكره. بركز على قضية الحفظ. هذا هو إخواننا الحفظ. الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى يقول: ذهب كل شيء وبقي ما حفظنا. أنت ما يعقل تسأل الشيخ سعيد مثلا، تقول له: يا شيخ سعيد الفروض المقدرة في كتاب الله كم؟ قال: والله ما راجعت. تقول: أنا غلطان أسألك، أنا غلطان أسألك. صحيح، عندنا في بعض حلقات تحفيظ القرآن إذا كان الشيخ يسمع للطلاب من مصحف قال جيبوه، يجيب المدرس يختبروه، نجح في الاختبار أرجعوه مدرس، رسم فصلوه ورجعوه طالب. هي ما يعقل إخواننا. صحيح بعض المشايخ عندنا يسمع المصحف لا إشكال، لكن ضابط. فما يعقل أن يجيك إنسان يقول الوارثين من الذكور الابن وابن، أخاف أن يراني أحد يقول هذا، ما يمكن. تقول يا أخي روح أحفظ أنت أول، كيف أنا أحفظ أنت ما تحفظ؟ بس مفهوم الشيخ لازم هو يحفظ أولا حتى أنت تحفظ. أخواننا مسائل سهلة والله، يعني هذا اللي أخذنا اليوم بقي معنا غدا: متى يأخذ الزوجة النصف، ومتى تأخذ الزوجة الربع، ومتى تأخذ الزوجة فأكثر الثمن، وانتهت الفرائض. بقي معنا أيضا التعصيب، درس غدا إذا انتهينا منه انتهت الفرائض. درس اليوم الثالث إن شاء الله تعالى هذه مكملات، يعني غدا بإذن الله تستطيع تقسم تركات، لكن تركات ليست واقعية، تركات وهمية هنا أسئلة مفهوم. أما تقسيم التركات لا، يحتاج مراجع. حتى نحن الآن عندما نقسم تركات أرجع للشيخ سعيد راجع لي هذا المسألة، يقول كيف راجع لك؟ تراجع لي إيش الإشكال، لأنه يترتب عليه حقوق. فهمت الشيخ؟ هو يقسم تركة يرسلها لي، ما في إشكال، راجع هذه المسألة مثل التحقيق للمسألة، لا إشكال في هذا. فأخواننا الله يرضى عنكم، غدا نسألكم عن هذه المسائل اللي ذكرنا.